السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده كنز المدرسين، لو عايز يعلم أولاده بعض الحاجات أو التنامز بتوعه وبعض الحاجات. فعلى سبيل المثال مثلا، تمام، بتلاقي هنا تمبليت كتير جدا، مجرد إن أنت تختار كلمات مختلفة. عندك لعبة كروس وورد، عندك لعبة أوبن ذا بوكس، في مثلا ماتش أب، بيديك حاجات وأنت تقدر تنسق بينهم. على سبيل المثال أدفيرب، فممكن تيجي تقول له ستارت وبيديك بعض الكلمات وانت تشوف اي واحد فيهم اللي مناسبه ل 100%. مثلا هنا ممكن تقول له هنا ونيفر مثلا، دي تبقى زيرو مثلا، سام تايم يوجوالي، انا اعتقد ان سام تايم هي اللي هنا وهنا. وبعد كده بتقول له سبمت انسر، هو يبدا يعمل تشيك على الحاجات بتاعتك. طيب يعني الحمد لله، تمام. فدي بقى المدرس ممكن يبعتها للطلبة وممكن يعدل فيها، يعني ممكن يعمل edit content ويحط أسئلة هو بقى من عنده. ممكن يقول له مثلا كلمة كذا تبقى مقابلها كذا، كلمة كذا مقابلها كذا، ويشوف الطلبة، يعني ممكن حتى كلمة عربي وكلمة إنجليزي ممكن تبقى كذا، يعني زي ما هو عايز، تمام. وبعد كده ممكن يزود، يعمل duplicate يكررها، ممكن يعمل delete، ممكن يغير الصورة، فيها أنشطة كتيرة جدا. وتقدر بقى تعمل الالعاب بتاعتك زي ما انت عايز، يعني دي مجرد بس مثال، وانت تقدر تعمل اللي انت عايزه. ممكن تختار مثلا لعبه زي دي وولد ويست، دي هتلعب ازاي، كل لعبه انت بتختارها بقى ممكن تخليها حاجه مناسبه ليك انت. تقدر تظهر السؤال نفس اللي احنا عملناه مع فات، تقدر تاخدها تمام وتبدا تجاوب. ممكن نختار مثلا لعبه مثلا زي الغابه مثلا، وست كونتنت وست اساينمنت، فبتيجي بالشكل دوت، هي نفس الفكره، تمام. ففي انواع كتير جدا من الاشكال، وانت تخصص بقى بحيث ان انت بعد كده ممكن تشاركها مع الطلبه. في حاجات زي كده، تبدا بقى تشوف الكلمه دي هتبقى كام، تمام. فدي مش مجرد بس بتوصلهم ببعض، لا، انت تقعد تكتب بقى حرف حرف وتشوف اللي هتبقى ايه بالظبط.